سنة من البنات، نتمنى تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في القناة مع وصفة جديدة. كما راكم تشوفوا اليوم راني ماشي نعمل معكم هاد الخبيزات المحشيين ولا هاد الفطائر، يجيو بزاف بنان ساهلين يولمونا هاد الصيف، وكذلك البنات بعجينة جد سهلة وحشوة بزاف بنينة. وبلا ما نطول عليكم نمروا مباشرة لطريقة التحضير. وهنا البنات في الاول نبداو بالحشوه تاعنا، نطيبوها باش نخليوها تبرد. هنا عندي حوالي 3 ملاعق كبار من الزيت النباتي، نحتاجو حبه تاع البصل كبيره، حبه تاع الفلفل الاحمر، وحبه تاع الفلفل الاخضر اللي كنت قطعتهم قطع صغيره كما ديركم تشوفوا. وهنا البنات راني ماشي نزيد عليهم التوابل. عندي ملعقة مملوءة من توابل تاع الدجاج ولا توابل تاع الشاورما، نحتاج نصف ملعقة صغيرة من الثوم بودرة، ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحلو، الملح على حسب الذوق، ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. نخلطو مليح هذوك التوابل كامل، ونخليو هذيك الفلفل والبصل تاعنا حتى اللي يتسال لنا مليح، ونعاودو نزيدو لها اللحم المفروم كما ديركم تشوفوا. انا هنا عندي حوالي 300 غرام من اللحم المفروم تاع الدجاج. ومر مطابلي مليح هذاك اللحم المفروم، ونشفو كامل هذوك السوائل. هنا راني ماشي نضيف الجبن. البنات انا كنت صدفت هذاك الجبن الابيض مربع، كنت قسمته قطع صغيره. وتنجموا البنات تستعملوا جبن مثلثات ولا جبن مبشور الا كان متوفر عندكم. وكيذوب لنا مليح هذاك الجبن نطفيوه على الحشوه تاعنا، نخليوها تبرد ونمروا مباشره باش نحضروا العجينه. ولهاد العجينة البنات نحتاجو ربع كأس من الزيت النباتي، نحتاجو علبة من الياغورت الطبيعي، ونحتاجو حبة تاع البيض. نخلطو مليح هذيك المكونات. وهنا راني ماشي نزيد ملعقة صغيرة من السكر، الملح على حسب الذوق، وعندي نصف ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات. وهنا البنات نطفات للكاميرا وما شفتش باللي ما صورت لكمش هاد اللقطة. هنا البنات فقط نخلطو هذيك المكونات اللي ضفناها في الاخير، ونبداو نطمو العجينة تاعنا بالدقيق الابيض ولا بالفارينة حتى نتحصلوا على عجينة اللي تكون متماسكة وشوية خفيفة. نخليو العجينة تاعنا تريح لمدة 10 دقائق ونعاودو ندليو. ومور ما ريحت العجينة تاعي نجيبوها ونقسموها. البنات نتوما تتحكموا في الحجم تاع هاد الخبيزات تاعكم. انا هاد العجينة كنت قسمتها على 10 تاع القطع اللي جاتني الحبة شوية كبيرة. نتوما البنات الا حبيتوها اصغر تنجمو تقسموها على 12 ولا على 14 قطعة.
نحطهم في البلاطو ونغطيهم بكيس بلاستيكي ولا بفيم اليمونتير ونبداو مباشرة نشكل المملحات تاعنا. وهنا البنات نعملوا شويه تاع الفارينه ونبداو نحلو هذيك العجينه تاعنا بشكل طولي كما اللي راكم تشوفوا. وهنا نبداو نعمرو بهذيك الحشوه مور ما بردت لنا مليح ونعاودو نغلقو هذيك العجينه تاعنا بهذا الشكل. وهاد الخبيزات البنات راني ماشي نطيبهم في الطاجين كما راكم تشوفوا. هنا كنت عملت شويه تاع الزبده ودهنت بها هذاك الطاجين مور ما سخن لي مليح ونعملوا هادوك الخبيزات ولا هادوك الفطائر يطيبوا لنا ويتحمروا لنا مليح ونعاودوا نحيوهم.
وهما دول الخبيزات ولا الفطائر تاعنا تاع اليوم راهم واجدين. نتمنى الوصفه تاع اليوم تكون نالت الاعجاب تاعكم. البنات ما تنساوش نخلي لكم الانستغرام في خانه الوصف، وكذلك ما تنساوش الاعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس الى عجبكم محتوى القناه. والى الوصفه القادمه ان شاء الله.